إذا حججت حجة الفرض وعند رمي الجمار رجمت الحجارة جميعا مرة واحدة فماذا علي؟ يعني رمى سبع الحصيات جميع دفعة واحدة، ما يجزيه إلا عن حصاة واحدة، فعلى كل حال يجب عليه فدية بدل الرمي، لأنه ما رمى، لأنه بهذه الصفة لم يرمي الجمرات، يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، والواجب يجبره الفدية. نعم.